ماكس فيرستابن لاول مره بعتقد هذا الويكند عم بيفرجي عن سرعه سياره الريد بول داخل المقطع الاخير. اهم شيء يكون ما زال عنده درجه حراره جيده بالاطارات، انزلاق بسيط، دخول على المنعطف الرابع عشر، وهنا الخروج اوفر ستير بيخسر فيه بعض الشيء عند المنعطف الخامس عشر، ولكن فيرستابن يتجه على الارجح لخطف الصداره بفارق 20.5 ثانيه من لويس هاملتون.